الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لنا جميعا يا رب، والرزق الحلال الوفير آمين والفردوس الأعلى يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. مهم جدا ان احنا نسال الله عز وجل، وكان سيدنا النبي يعلمنا كده يعني. يا رب امين. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ناخد بقى تليفون. يلا بسم الله. معانا ام علا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي، انا بيت جوزي وناس اهلي كانت معاهم مشكله، بس امي ولا ابويا ولا بس بصي اتكلمي بالراحه شويه عشان نفهم بتقولي ايه. معلش عشان اول مره اتكلم بس يا استاذ. اهلا بيكي يا حبيبتي، اتكلمي بالراحه وعلي صوتك. ماشي. انا في مشكله، يعني كان في فرح عندنا وكده لاخو جوزي. في مشكله عند اخو جوزك؟ اه فحصل بينه وبين ولد خالي يعني كلام عادي، وراح دقت مشاجره دقت عراق. حصل مشكله يعني بين خالك وبين اخو جوزك ولد خالي، واتخانقوا. وبعدين فبعد المشكله دي حصلت يعني، فرفعوا على بعض العصي وكده، احنا من بعيد من بلد الصعيد يعني. راح اخو جوزي مات بقالب، يعني ضربوه بقالب فمات. اخو جوزك عمل ايه؟ مات يعني مات في الخناقه. الخناقه يعني هم تهجموا على بعض، دول تهجموا على ده وده تهجم على ده. اخو جوزها وخالها اتخانقوا بالعصيان، اخو جوزها مات. طيب خالك يعني ضربه. وبعدين فانا امي ولا اخواتي ولا ابويا ولا اخواتي الولاد ولا البنات فكانوا في المشكله. يعني مشكله مع خالك يعني. مع ولد خالي، ابوه ميت، ولد خالي مع ولاد خالك. فبس عيلتنا عيله واحده يعني، عيله ابويا عيله واحده. طيب تمام. ها لان دلوقتي الاخ 4 سنين ونص، فهم محرميني، قالوا لي يا عيالك يا ناسك واهلك، يعني ما تروحيش تشوفيهم. لا احنا مش فاهمين ايه اللي حصل. أيوة يعني هم بيخيروك، هم يعني دلوقتي اهل جوزك بيقولوا لك يا احنا يا اهلك. فانا في عيالي يعني في سن كل يعني سن مراهقه وسن الطفوله، 4 سنين اخر واحد، فانا 4 سنين دلوقتي عايشه يعني مرار. ومن 4 سنين ونص انت ما حدش من اهلك وما بتكلميش حد من اهلك ولا تشوفيهم؟ لا يعني انت عايشه في بيت جوزك خلاص تمام مع اولادك؟ ايوه عايشه. اي بس انا يعني من 4 سنين دول انا تعبانه جدا جدا فيهم، نفسيتي تعبانه، بسمع كلام شتومه خناقات عراق، فما اقدرش اتكلم ولا دافع. فجوزي يقول لي انت عايزه تقولي تسمعي وما تتكلميش. جوزك بيقول لك خلاص يقولوا اللي يقولوه، انت ما تتكلميش وخليكي عايشه يعني عشان ولادك معاه وكده، ولكن جوزك كويس معاكي؟ هو كويس معايا، بس في طريقه ان انا اروح عند اهلي لا مانع. ممنوع بقى انك تشوفي اهلك اللي هم امك واخواتك بسبب خالك. ايوه خالص. وانت عندك كم ولد؟ عندي 5. الله يحفظك. ولدين، 3 ولاد، ويعني سن مراهقه. وانت بتسالي دلوقتي ايه الحل صح؟ انا ايه الحل واللي هم عاملينه معايا ده ظلم ولا مش ظلم؟ بيعملوا بيعايروكي. ان انا ماليش ذنب ولا اخواتي ليهم ذنب، يعني ده ظلم ليا ولا مش ظلم؟ ان انا ماليش ذنب ولا اخواتي ولا امي، يعني ان هم شايلوكي ذنب اللي عمله خالك. عيال خالي، وخالي متوفي. عيال خالك هم اللي اتخانقوا مع اخو جوزك. ايوه ماشي. فانا ماليش ذنب ولا اخواتي ليهم ذنب ولا امي. طيب ما حدش يتكلم مع مثلا زوجك؟ لو اتكلم يقول لما ترتاح الدنيا والدنيا ترتاح ليها عدل، ما حدش يتكلم. انا
يا اما وانا لما اقول له عايز اشوف امي ولا طب اخواتي. بابا يعني والدك ما راحش لجوزك مثلا يتكلم معاه ما يقول له احنا ينفعش مالنا؟ يروح، ما ينفعش يروح، لاني لو راح هيحصل من شجرات وكلام وعراك تاني ومشاكل تاني. يعني المشكله اللي انا فيها صعبه استبصار، صعبه صعب. الله يكون في عونك. ماشي بقى، انا هسالك سؤال معلش قبل ما تقفلي، حاسه في طار ما بينكم او حاجه؟ يعني في طار قائم دلوقتي ولا لا؟ هو ايوه في مشاكل، هو الدنيا واقفه على حمولها، مش مرتاحه، مشاكل بس. يعني مفيش حد بقى اللي هو كلام هناخد طار ومش هناخد طار، صح؟ لا اكيد بيقولوا، اكيد بيقولوا. طيب انا هقول لك الحل فين، هقول لك الحل فين، وان شاء الله خير ان شاء الله باذن الله. ويعني البنات يعني بصي نفسيتهم انهارت وتعبت الاولاد. ماشي يا حبيبه قلبي، علشان ايه الشيخ هيجاوب عليكي؟ انت ساعات بتتكلمي بسرعه ومش بنفهم بتقولي ايه، لكن عموما الموضوع واضح وربنا معاكي يا حبيبتي. خلينا احنا عندنا الناس عشان نبدا نتكلم في الموضوع ده يا استاذه دعاء. القضيه في الاساس هي قضيه اجتماعيه، هي لها علاقه بالدين هي ملهاش علاقه بالدين. والناس لما بينطلقوا من ناحيه العصبيه، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول دعوها فانها منتنه. لما طلع حتى الصحابه قالوا اللي يقولوا يا للمهاجرين وده يقولوا يا للانصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها ايه؟ قال فانها منتنه. خلاص. والنبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قال ان الله قد اذهب عنكم، شوف يقول ايه بقى، عبيه الجاهليه وتعاظمها وتفاخرها بالاباء. ان هو ده انا وده انا وكل واحد ماسك في ايه؟ في طرف. طيب احنا محتاجين اللي احنا نعمل ايه؟ ان الدين يكون فيصل ما بينهم، ان ناس تقعد ما بينهم وتقول لهم يا جماعه اللي انتم بتعملوا ده ايه، هذا لا يجوز اصلا شرعا. ففي احنا عندنا في الازهر حاجه اسمها لجنه فض المنازعات، لجنه فض المنازعات ممكن يتواصلوا معاها، بس عشان نقول بقى الحكم الشرعي ان انتم تمنعوا البنت من اهلها هذا لا يجوز اصلا شرعا. يعني هذا فيه ضرر كبير على البنت، وده من الاسباب اللي قالها مشايخنا رحمه الله كسيدنا الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير، ان دي من الاسباب اللي من حق المراه ان هي تطلب الطلاق لوقوع الضرر. انت بتمنعني ليه عن اهلي وده مش من حقك اصلا؟ طب هو ينفع انها تروح في الحاله دي؟ بنقول لها لا، التزمي البيت، التزمي بيتك خالص، ما ينفعش اللي انت بقى تروحي. ليه؟ خوفا من الاثار المترتبه على ان هي لو راحت ممكن يحصل ايه، يحصل مشاكل. لكن عاوز اقول لهم رب العالمين قال ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني ربنا هو اللي قال الكلام ده سبحانه وتعالى. رب العالمين هو الحكم العدل، رب العالمين قال كل نفس بما كسبت رهينه، اللي عمل المشكله وقتل ده روحه ارفعوا الامر للقضاء. احنا مش في دوله الغاب، احنا في دوله اسمها دوله القانون، يطبق القانون على الصغير والكبير، اللي اجرم ياخد يتعاقب وياخد حقه. لكن قضيه اللي احنا نحكم نحن واحنا اللي بنفض واحنا اللي نقول نعمل وما نعملش وهنعمل كذا، هذا لا يجوز اصلا شرعا. الست مظلومه ملهاش علاقه بالمساله دي، مهما كان في الاخر في باباها في مامتها، ما ينفعش اللي انتوا تقطعوها ايه، تقطعوها عنهم. لكن انا بقول لك التزم البيت واصبري، لكن ان عرفتوا وتقولي لجوزك طب نشوف لجنه فض المنازعات في الازهر ويشوفوا، يمكن لعل وعسى ربنا يهديهم والامور ان شاء الله يعني تكون في طريقها للحل باذن الله تعالى. يا رب. طيب معانا آية، اهلا وسهلا. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ الحمد لله، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. انا عندي سؤالين، بس اقولهم لحضرتك. قولي اتفضلي. اول سؤال، انا بصلي الحمد لله وبصلي العشاء وبصلي شفع وتر، فساعات كده بصلي قيام ليل. كويس. يعني انا لما بصلي شفع وتر ما بقاش ضامن نفسي ان انا هصلي قيام ليل. ماشي. فبصلي قيام ليل ساعات. فانا بعد ما اصلي قيام الليل اصلي ركعه شفع ولا لا؟ ولا تعملي اي حاجه خالص، كفايه عليكي كده، كده حلو قوي. تمام يعني كده؟ تمام كويس، مفيش مشكله. تمام. طب بخصوص انا معايا بابا متوفي. الله يرحمه. اي يا رب. فاحنا حالتنا الماديه الحمد لله يعني على القد. فانا ببقى عايزه اطلع زكاه عنه وكده، فمش معايا ان انا اطلع عنه. ادعي له. انا بدعي له الحمد بس لله. بس خلاص، ممكن اللي انت ممكن تساعدي اي حد بنيه ان ده يبقى في ميزان حسنات والدك، مفيش مشكله. اللي انت تصلي ركعتين لله وتهب الثواب ده للوالد برضه مفيش مشكله، كل ده جاي الشرع. انا الحمد لله بصلي وبختم المصحف بس خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ورب العالمين قال الا ما اتاه، فمفيش مشكله. طب في سؤال كمان. انا بصلي وانا ساجده في الارض بدعي وبقول يا رب انا اتحرمت من بابا فما تحرمنيش من ماما، خد من عمري وحط في عمرها،
وببكي وانا بصلي، فهل كده حرام عليا؟ ده اسمه اعتداء في الدعاء، ونهى النبي عن ذلك صلى الله عليه واله وسلم. ما ينفعش اللي انت تدعي بالدعاء ده، بلا انا ما ينفعش حاجه اسمها اتحرمت من بابا ويا رب ما تحرمش من بابا ماما تروح فانا اروح معاه، لا، قول يا رب بارك في عمري امي وبارك في عمري، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام، ان كانت الحياه خيرا لي فاحيني، وان كان الموت يعني خيرا لي فتوفني. الانسان يدعو الله عز وجل بالطريقه دي، مش ان هو يعتدي يا رب ما تحرمنيش وبعدين لو ماما ماتت فانا اكون معاها، مفيش كده، ده اسمه اعتداء في الدعاء، ما ينفعش انت تدعي بالطريقه دي. هدى اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. عامله ايه يا استاذه دعاء؟ انا كويسه حبيبتي الحمد لله. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله بخير الحمد لله. سمعت يا استاذ احمد، معلش يعني اطول عليك شويه. قولي. الوقت يا استاذ احمد، انا ابويا ما تربيتش يعني وسط ابويا وامي وكده. انت ايه؟ ما تربيتش وسط ابويا وامي وكده يعني. فطلعت على الدنيا، لقيته سايبني عند عمي، سابني وسافر 6 سنين وسابني عند عمي. والدك كان سايبك عند عمك؟ سافر ليبيا وسابني 6 سنين قاعدة عند عمي. سافر؟ طلق امي انا كان عندي 3 سنين. طلق مامتها وسابها عند عمها، ماشي وبعدين يا هدى؟ وبعد كده حضرتك سابني 6 سنين عند عمي، ما سالش عمي خالص. ما سالش عني ولا تلفزيون ولا اي حاجه، وفضل مقاطعني يعني السنين دي كلها. وبعدين جوزنا عمي ابن عمته هو حضرتك، والوقتي انا متجوزه بقالي 6 سنين، جوزنا وانا عندي 15 سنه. تمام، يعني انت عم اتجوزك بقالك 6 سنين متجوزه، وباباكي ما كانش بيسال عليكي اصلا. مش بيسال عليا نهائي ولا لحد دلوقتي حتى. ولا لحد دلوقتي حضرتك، يعني كله بيعايرني بكده. وبعدين حتى جوزي اللي انا واخداه بيعايرني بكده حضرتك، لما بنقعد نتخانق. طب ما هو كان عارف من الاول جوزك. ايوه كان عارف من الاول، وكان عارف حالتي، يعني هو طلق امي وحرمني من امي، وخد واحده يعني كانت مرات ابويا. وكانت حضرتك لما كانت بتقعد تشتكي مني وكده كان بيذنبني، كان بيقعدني في الشمس بالساعات. وراني والله العظيم يا استاذه دعاء، وراني حاجات انا عمري بصراحه مش قادره، للاسف ان ابويا برضه، بس مش قادره ان انا اسامحه عليها. ماشي، وبتشوفي مامتك ولا ايه؟ مش قادره اسامحه، عمل فيا حاجات كثيره وحشه، يعني ممكن انت تتخيليه كله حضرتك عمله فيا. وبتشوفي مامتك ولا لا يا هدى؟ نعم. مامتك؟ امي طلقها وانا عندي كان. انت بتشوفي مامتك ولا لا؟ بتشوفي مامتك ولا لا؟ لا، امي برضو ما بتسالش عني حضرتك، يعني انا لما بقعد اعتب عليها حضرتك، لما بروح لها انا في ظروف معينه وظروف ما بقاش عارفه نفسي لما بزعل في بيت جوزي. هدى انت بتتكلمي بسرعه قوي يا هدى، بالراحه. انت بتحاولي تروحي لمامتك او تشوفيها ولا؟ ايوه بحاول اروح لها، بحاول اتواصل معاها، وبحاول ان انا يعني اصل صله الرحم بيني وبينها. تمام، وهي كويسه معاكي ولا لا؟ بس هي حضرتك صدر منها برضو كم موقف، مره مشيتني من عندها برضو مشيتني من عندها برضو، كنت زعلانه، وكانت جوزي ضرباني وكنت زعلانه برضو، كانت ام جوزي ضرباني وكانت معوراني في وشي حضرتك. طيب يا هدى يا هدى يا هدى يا هدى، أي الكلام، انت عندك كم سنه دلوقتي؟ انا عندي 22، يعني لسه شهر 9 بقى هيبقى عندي 22. ومتجوزه بقى لي 6 سنين. طيب والدك موجود الان، موجود ولا لسه مسافر دلوقتي حضرتك؟ لما اجى بعد فرح يانا ب 15 يوم، وهو دلوقتي حاليا برضه يعني مره حضرتك زعلت برضه من ام جوزي انا، لما عنا على طول بتضربني. ليه؟ رحت عنده. مين اللي بيضربك؟ على طول بتضربني ام جوزي يعني. مين بتطردك؟ ايوه بتضربني حضرتك. مين اللي بيطردك؟ هي بتضربني، ام جوزي بتضربني. حماتك. حماتك بتضربك؟ ايوه بتضربني حضرتك. بتضربك ليه؟ على طول يعني، والله العظيم على طول حضرتك، عم بتقولي يا اللي مالكيش امي تسال عليكي او اب يسال عليكي، انت ما تعملي بتعمل الحاجه دي ليه؟ بيعايروكي يعني هم بيعايروكي يعني.
بيعيروني حاضر طب بيخلت البيت كله عادي بدل ما. طب عمك فين؟ عمك فين اللي كان مربيك يا عمك فين؟ وعمي انا لما اروح لاستاذ احمد انا اقول اشتكي له وهم يقول ايه. مره رحت له وقلت له لو قلت له يا عم ده كل شويه تضرب فيا عمال على بطال. ومره شدتني من شعري ونزلت فيا ضرب وانا حامل وانت حامل بالود وتعبانه وانا صغيره ما بقاش ليا حيل. نمت شويه حضرتك تتفرج عليا الشارع عمك قال لك ايه؟ عمك قال لك ايه؟ ارحمني يقول لي ايه؟ يقول لي ده يا بعض يا بنتي ما يا عمتك ما انت عارفه ظروفك عيش عشان ظروفك عيش عشان ظروفك لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم حضرتك مره او حضرتك ادي بيجي من شهر من 30 يوم بالظبط خلت سيلفي انا اللي هو ابنها الصغير. انا اسف يا هدى يا هدى يا هدى احنا مش دي واحده بس انا سالتك سؤال فتوهتينا. والدك هنا ولا مسافر؟ هنا. لا والدي حضرتك للاسف والدي مسافر دلوقتي في ليبيا وحتى لو كان هنا برضو ما بيسالش عني حاجه. طيب طيب خلاص قعدت سنتين هنا ولا طب قولي لنا السؤال ايه يا هدى؟ السؤال ايه يا هدى؟ السؤال ايه؟ السؤال حضرتك ان انا كان حلم عمري يا استاذ احمد ان انا اكلم حضرتك عشان تجاوبنا على السؤالين دول. دول ام واب ما عمرش في حياتي شفت منهم حنية. والله عمري في حياتي ما شفت منهم حنية. طب جوزك يا هدى جوزك ايه وضعه بقى في القصة دي كلها معاكي؟ جوزك جوزي حضرتك مرة يعني يتكلم مع امه ومرة كان يوسيني انا زي بعض استحمل عشاني انا عارفك عمري ما الاقي زيي مش عارفة. يعني جوزك كويس معاكي؟ جوزك كويس معاكي يعني؟ ايوه هو كويس يعني. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولي لي بقى السؤالين بقى ايه؟ السؤالين هل ده ماشي يا هدى حبيبه قلبي هي بتقولك هو ده اب وام دول اللي يعملوا كده في بنتهم؟ لا يعني هو يعني ده يعني الاب عاق لابنته والام عاقه لابنتي على حال الكلام اللي احنا بنقوله ده ظلم بين طبعا. ويعني في النهايه يعني حسابهم على ربي سبحانه وتبارك وتعالى يعني خلفوها ورموها فعلا. طبعا طبعا. وبعدين رب العالمين اداها يعني اداهم رعية فالمفروض يحافظ على الأمانة دي فهم للأسف ضيعوا هذه الأمانة. والله عز وجل يعني سيسأل كل إنسان أعطاه أمانة فضيعه رب العالمين كما في حديثة كثيرة جدا يعني. فلكن هو الواجب علينا إيه؟ هي واجب عليها إيه؟ احنا بس نفصل بين شيئين اتنين. باني انا واجب علي اللي انا اكلم ابويا وامي من باب البر بس هو فرض علي اللي انا اسامحهم انا تعبانة. لا هو مش فرض عليك انت تسامحهم بقى يعني دي حاجة ودي حاجة. البر حاجة وقضية المسامحة وعدم المسامحة شيء تاني. المسامحة درجة استاذة دعاء لن يصل اليها اي احد مش اي حد بيوصل اليه. ده دي عشان لازم محتاجة تدريب كده والإنسان يرتقي في درجات الإيمان حتى يصل إلى قضية اللي هو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبهم. عشان يصل إلى هذه الدرجة درجة الإحسان يحتاج إلى وقت طويل جدا. لكن يعني احنا مش بنقولها فرض عليك بس على الأقل هكلمي بابا هكلمي بابا. والقلب فيه ما فيه فيه ما فيه فيه ما فيه بس إن قدرت اللي انت سامحي بنقول سامحي لوجه الله تبارك تعالى. طب وهم عقابهم عند مين؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا طبعا. وحكاية الحما يعني. اللي عملها تضرب والحما زي الظلمة برضو. طبعا يعني المفروض الزوج يتصدى طبعا ومحدش يقول لي بس دي أمه يا مولانا. أيوة أمه تضربه هو إن شاء الله بالجزمة لكن دي مراته ما ينفعش إن أمه تضرب مراته وخلت ابنها الصغير يضربها برضو. إيه هي ملطشة يعني مش ربيئة يا جماعة يعني صالحة كده للأسف الشديد يعني. او عمها يقف لها برضو شويه هو رباها كتر خيره بس ما يقولهاش استحملي عشان انت عارفه ظروفك. يعني ايه ظروفك يعني انت ظهرها برضو ايه ده. احنا عندنا الثقافه عدم الثقافه الدي يعني الدينيه الجهل أيوة. الاميه يا استاذه دعاء الدينيه دي هي اللي مودانا في كلهم اتصرفوا تصرفات حرام سألت بحرام. عدم مراقبه رب العالمين سبحانه وتعالى بالزبط. ان انا في النهايه هروح لرب العالمين وربنا هيسالني. كل الناس غايبه عنها الحته دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب معانا تليفون أم مصطفى. أهلا وسهلا. ألو سمعيني؟ طيب أم حنين. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ازيك يا بنتي عاملة ايه؟ أهلا وسهلا اتفضلي سؤالك. طيب حاولوا تكلمونا مرة تانية أم مصطفى وأم حنين. التليفون فصل. طيب انا بس يعني انا بس عاوز اقول نقطه يا استاذه دعاء في قضيه مساله الضرب دي. النبي عليه الصلاه والسلام الذي منع الضرب عن الحيوانات قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوها صالحه واركبوها صالحه.
والجمل لما راح لسيدنا النبي يشكو صاحب الجمل الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ده الجمل ده بيشكوك لي انك بتجوعه وتدئبه في العمل، اركبوها صالحه وكلوها صالحه. النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال اللي بيقتل عصفور عبثا ان ده يقتص مني يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو الحمد لله رحمكم الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو نهى عن ضرب حتى العبيد، ان انا انسان سيد حر فانا املك عبدي دلوقتي، ده ملكي انا اعمل فيه اللي انا عم. ومع ذلك يقول لا ما ينفعش، كما قال لأبي مسعود البدري قال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منه. الحديث دي كلها مع الايات لابد ان هي يا جماعه تستقر في اذهان الناس، ان انا لما اضرب اوعى تفتكر لما بتضربيها كده ربنا هيسيبك، لا طبعا، اوعى تفتكروا ان الراجل لما يضرب مراته بالطريقه دي او الرجل الذي يسمح ان زوجته تضرب بالطريقه دي حتى لو من امه وابوه ان ربنا هيسيبه هو كمان، اكيد لا طبعا. ليه؟ لان هو دلوقتي وقف في موقف لا يستطيع نصره المظلوم، خاصه بقى ان دي زوجتك انت تدافع عنها، فايه اللي هيحصل؟ عقابك شديد طبعا عند الله رب العالمين. طيب معانا صفاء، اهلا وسهلا. أهلا يا حبيبتي، تفضلي. وكنت عايزة أتكلم حضرتك، اللي أنا كنت متجوزة ليا 15 سنة تمام؟ ومعايا كانت بنت وتوفت في الأول، وبعد كده جوزي راح طلقني بعد ما البنت توفت، وبعد كده جيت تاني جبت منه ابن، وابني دلوقتي عنده 11 سنة والبنت عندها في تانية ابتدائي، واتجوزته يعني وكده، وقعدت معاه 10 سنين، وبعد 10 سنين جيت شكلنا مع بعض رجعني بيت ناسي، في الاخر خالص راح هو طلقني طلقه اولى وطلقني طلقه ثاني. بس فراح جه بعد كده بيقول لي انا عايز ارجعك يعني، رحت قلت له لا انت جاي ترجعني من غير، هو يعني قبل ما شهور العده تخلص في ثالث شهر من شهور العده من 10 ايام راح قال لي خلاص انا هرجعك. رحت قلت له انت بترجعني بيني وبين نفسك، انت ما رجعتنيش في المأذون. راح لما كلمت المأذون اللي طلقني عنده قال لي هو ما عملكيش شهاده رجعه. تمام؟ معايا يا فندم؟ ما عمليش شهادة رجع ان هو يطلقني يعني، اللي هو عايز يرجعني. بس فهم قالوا لي القاضي والمحامي قالوا لي ما ينفعش ما دام ما عملكيش شهادة رجع. ما ينفعش، لاني انا هقول لحضرتك قسيمة يعني. الطلاق، شوفي احنا عندنا قسيمة الطلاق مكتوب فيها طلاق رجعي ولا على الابراء؟ لا طلاق رجعي. كويس، يبقى لازم يروح للمأذون ويرجعك. ما هو ما راحش للمأذون. تمام يا فندم، راح بعد كده جه تاني بالكلام يعني رجعها بالكلام. ماشي يا صفاء، انت عايزه تعرفي بالكلام ده ينفع ولا لازم كان ورقه من المأذون؟ لا يعني انا مش هقدر اتكلم في المساله دي، لان احنا عندنا اما بيكتب كده، هي بتقول ده طلاق رجعي، بيكتب في القسيمه كده ده طلاق رجعي ولا على الابراء. لو كان على الابراء يا استاذه دعاء فما ينفعش الا بعقد جديد ومهر جديد، خلاص كده. لو كان بطلاق رجعي معناه ان هو لازم يروح ويوثق المساله دي، او تجيب او هو يجيب اثنين شهود ويقول يا جماعه اشهدوا ان انا رجعت مراتي دي، والكلام ده يقوله قدام مين؟ قدام القاضي. طيب معانا تليفون جيهان. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. السلام عليكم استاذ دعاء والشيخ احمد، اريد ان اتكلم مع الشيخ احمد. جيهان بتتواصلي معنا من المغرب؟ ايوه من المغرب. اهلا وسهلا بك، تفضلي. انا عندي مشكل مع الوالده بتاعي. تفضلي. انا برعاها وهي معاقه، بعمل لها حفاضات وكنت بصرف عليها يعني، ارسلها البيت وعملت حاجات كتير في البيت، وهي الان معاقه وانا اللي برعاها يعني، بعمل لها حفاضات، بعطيها ادويه، بحممها، بعمل لها كل شيء يعني، لها كثير 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 يعني. وعني اخوات اولاد ما بيرعوهاش خالص، ما بيشتروهاش ولا حفاض ما بيشتروهاش، وهي ما بتعملنيش كويس خالص، لدرجه ان اخواتي بيهددوني بالضرب وهي بتساعدهم. يعني انت اللي بتعملي لها كل حاجه وهي بتعاملك وحش، هي واخواتك؟ اخواتي بيهددوني بالضرب وهي بتتفرج، ما تقولهمش حاجه. في مره هي قاعده بتعمل حفاضات، والله العظيم عاودت تضربني، والله العظيم، وانا فرشت لها البيت وطبخت البيت، عملت كان البيت فاضي، اشتغلت كل مالي صارت على البيت،
كل مالي، كل مالي، واخواتي ما يبعتوهاش ولا قرش ولا قرش، ما بيصرفش هيك خالص. يا جيهان يا جيهان، يعني اولا نعم. انا عاوز اقول لحضرتك لك اجران ان شاء الله. الاجر الاول هو اجر البر وخدمه الوالده، نسال الله ان يشفيها. الاجر الثاني هو اجر الصبر. طب والاجرين دول ستجدين ثمره هذين الاجرين في الدنيا، يعني انت هتلاقي الثمره دي موجوده في الدنيا باذن الله تعالى. لكن قضية اللي انت لا تجدي المقابل من الأم أو من الإخوة، لا شك إن النفوس قاسية، يعني عارفة اللي هو فقست قلوبهم، نسأل الله عز وجل أن يلينها، اللهم آمين. لكن انت ما عليك إلا الصبر، وما عليك إلا البر اللي انت بتعمليه ده، ورب العالمين سيكرمك في الدنيا قبل الآخرة. آمين. بس انا مريضه نفسي والله العظيم، انا مريضه بالخوف، في مرات قلبي بيضغط بالخوف، انا التهديد بالضرب، ممكن يضربوني لو انا رديت عليهم الكلمه، يقول لي ابعدي عني ولا اضربك. يعني لو أيوة كان عندك في ضرب او حاجه الجاي الى القضاء عندكم. لا هم بيهددوها بس، فهي خايفه. هم اخواتك بيهددوكي بالضرب ليه؟ هما مثلا بقول لها اشتروا ماماكم حفظات، يعني بيقولوا لي في مرات اخي ساكن في الطابق الاول بنته ما خلتش الماما تدخل عندها البيت، قالت ما تدخليش عندي البيت، فانا قلت لاخو ليش ما بنتك ما خلتش ماما تدخل عندكم البيت، كنا بنصبغ في البيت الصباغه، كانت رائحه الصباغه، وطلعنا الماما للطابق الاول، يعني هذا منزل الماما، يعني هو اسم البابا، بابي توفى، يعني هو اسم الاب، وهي طردت الماما قالت ما تدخليش عندي البيت، وقلت له ليش بنتك طردت الماما من البيت، قال لي ابعدي عني ولا اضربك. اه بيقول كده بس. طب انت خلاص ما تنتقديهمش، خليكي قاعده انت مع مامتك وبتخدميها، وما تكل يعني ما تقولي لهمش نقد وخلاص، بس هم يعني ربنا يهديهم. يعني يا جيهان التزمي الخدمه اللي انت بتعمليها ده من اجل رب العالمين ومن اجل البر، فان شاء الله ربنا ياجرك على ذلك باذن الله تعالى. انت مش متجوزه يعني عايشه مع مامتك؟ لا انا كنت متجوزه وطلعت عشان اختي كانت مريضه وطلعت عشان اعتني باختي. يعني ربنا يرزقك الخير يا رب ان شاء الله، ربنا يرزقك الخير. وبعدين لا توجهي بقى سهام الانتقاد الى اي احد، ما توجهيش اي حاجه خالص، عليكي بالخدمه اللي انت بتعمليها دي، ولكي ثواب الاجر وثواب الصبر ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يهديهم. المرض النفسي، انا مريضتي نفسيا، انا اختي والله العظيم مريضنا نفسيا، الخوف احنا لما بنشوفه. لا ما تخافيش، شوفي ما تخافيش خالص ابدا على الاطلاق، انت كوني قويه صامده، استعيني بالله تعالى، ما تقلقيش، ما تخليش عندك الفوبيا بتاع الخوف ده، انا خايفه ان هم يضربوني، خايفه ان هم، انت كده هتدخلي في مرحله مرضيه خطيره جدا. لكن قولي لا انا الحمد لله انا مش خايفه، انا ما بعملش حاجه غلط، اللي هيبدا يعتدي عليا انا ساقف له بالمرصاد، احنا الحمد لله. هتقولي والله انا اذهب الى القضاء عندكم او الشرطه عندكم، كل ده حتى يقتص ممن ظلمك، لكن ما تخافيش ابدا على الاطلاق، طول ما فيش حاجه ضرر واقع عليكي حسي، ما تجيبيش لنفسك انت اللي هو الضرر المعنوي اللي هو الاذى النفسي ده، انت ما تجيبيش نفسك الاذى النفسي، لكن خليكي في الخدمه بتاعتك، لك اجران باذن الله تعالى، لك اجر الصبر واجر الايه واجر البر، وهتشوفي ده في حياه عينك باذن الله تبارك وتعالى، ورب العالمين بيكرمك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا بشكرك يا شيخ احمد، الفقره الاولى خلصت، وخليكم معانا مشاهدينا بعد الفاصل. كثير لما اجي ابدا فقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه فذكر، افتكر الايه في سوره الضحى لما ربنا عدد نعمه على سيدنا محمد، وفي الاخر قال له واما بنعمه ربك فحدث. برضو محتاجين كل يوم وكل ثانيه نقعد نحد نعم ربنا علينا، عشان نحس باخواتنا المحرومين من نعم كتير من اللي ربنا انعم عليها علينا بيها. طيب انا برحب مره تانية بالشيخ احمد، اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب يحفظك ويكرمك. عارفه يا استاذه ضاء، لما الواحد يقف قدام واما بنعمات ربك فحدث، دي ايه عجيبه جدا جدا جدا، يوضح الكلام ده الحديث الطبراني من حديث ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع الناس. تاني، إن لله عبادا اختصهم، إدهم نعم، بس ده كله ليه؟ عشان يخدموا مين؟ يخدموا الناس. المال نعمة، الصحة نعمة، الجاه نعمة، السلطان نعمة، عندك علم ده نعمة، خلاص كده تقدر تحل مشكلة ده نعمة، تساعد إنسان ده نعمة. نعم، شوف نعم ربنا كتيرة جدا، بس كل ده إيه؟ قال لمنافع الناس يقرهم فيها ما بذلوها، يعني إن ربنا يخلي النعم دي موجودة ويزود كمان فين؟ في النعم، بس بشرط إيه؟ طول ما هم بيبذلوا النعم في خدمة مين؟ في خدمة الناس. لئن شكرتم إيه؟ لأزيدنكم، خلاص كده؟ فإذا منعوها، أنا معايا فلوس وقال الفقير وبتاع وأنا أقدر أديله، لكن منعت الفلوس دي عنه. أنا معايا صحة وأقدر أساعد إنسان فمنعت. أنا عندي علم وحد محتاج جدا جدا فمنعت، خلاص كده؟ أنا صاحب جاه وأقدر أخدم فمنعت. ها، أنا معايا نعمة أهو، ربنا اداني نعمة فأنا منعت. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول يقرون فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها الله منهم فحولها إلى غيره. اللي هي موجودة في آيتين في كتاب الله، في سورة الأعراف وسورة القلم، اللي هو إيه؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى رب العالمين يعمل إيه الاستدراج؟ هو إيه؟ يديله ويديله 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 ويطلعه سبع سما، وفي الآخر يروح عامل إيه؟ شايل كل ده من تحتيه فينزل على جدور رقبته ويتكسر. ولذلك سيدنا الإمام المناوي عليه رحمة الله بيقول: العاقل السعيد من يستديم النعم، اللي هو يخلي النعم دايما ايه؟ دائمة. هو بإيدي؟ بإيدك تقدر تعمل الكلام ده. طب هعمل ازاي؟ من خلال الشكر، تشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم والإفضال منها على الناس، اللي انت تطلع لمين؟ للناس. كل ده ليه؟ ترجو ثواب الله والدار الآخرة. ثم قرأ قول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. طيب احنا نشوف أول تقرير خير ومؤسسة فذكر ونرجع لكم. قرية البهسمون في محافظة بني سويف، والنهاردة بنحتفل بالبير الثالث. ثلاث أبيار بنحتفل بيهم مع حضراتكم. طب إيه الحكاية؟ إيه موضوعهم؟ كنا اتكلمنا كتير وقلنا إحنا دايما في مؤسسة فذكر بنبحث وبندور على الكرة الأكثر احتياجا للخدمات، يعني لقينا المية هي أكتر حاجة قرية البهسمون فقيرة فيها، مش موجودة، مفيش بيت فيه مية، عشان كده كل 20-30 بيت نلاقي عليهم بير. ولقينا ان الابار والترمبات هي افضل شيء يتقدمه لاهالينا في قرية البهسمون، وده كان البير التالت. واحنا لما بنيجي نصور ونعلن لحضراتكم، عشان هدفنا القلب والعقل، لا العكس، القلب والعقل هم اللي يكونوا مقتنعين ومصدقين كل حاجة بتتعمل. يعني كل واحد بيدفع وبيتفرع وبيكون واثق في مؤسسة فذكر، فاحنا بنزود الثقة دي وبنقول لكم ده اللي بيحصل على أرض الواقع، مش كلام مننا وبس. احنا حابين نسمع من أهل القرية يا ترى مستفيدين باللي بنعمله، والأهل الخير بيشاركوا فيه مع مؤسسة فذكر ولا لا؟ دلوقتي يا ام محمد، انت كنت بتملي ميه منين؟ انت قبل ما تعملي البير ده قدام بيتك على طول، صح؟ صح. قبليها كنت بتملي ميه منين؟ يعني باخد 2 كيلو على ما اوصل عند المسافه اللي احنا، زي ما انتوا شايفين الوضع، احنا قاعدين في منطقه بعيده في جبل زي ما انتوا شايفين كده، ومفيش حوالينا جيران ولا حاجه ان احنا نملي منها. ده حلو بخير. يلا كنت بتمشي على رجلك 2 كيلو؟ ايوه، مشوار طويل. ده انا لو هقول لك بمشي لحد فين عشان نجيب المي؟ قيمه نص ساعه على رجلك كتير والله، اكتر يعني من نص ساعه مشي.
والله اللي يعلم ربك. وبترجعي محمله بالميه؟ أيوة لوحدك؟ اي أيوة والله. هو جوزك فين؟ جوز راجل فقير وعيان بالسكر وبالضغط ويشتغل يعني يوم ويقعد 10 استرزاقي كده على الله. فانت البيت كله انت اللي شايلاه، ميه وخدمه و... معايش. ايوه انا معايا ثلاث اربع اولاد في المدارس، وانت عارف التعليم غالي والدنيا والدروس و... ومعايا ولد في الجيش، يعني مفيش عشان اقول لك عشان تعملوا بير زي ده. الحمد لله. يعني انت دلوقتي اللي بيشوفني، انت ايه بتعيطي ليه؟ ايه اللي تعبك بس؟ لا ما احنا جايين النهارده نفرح معاكي بالبير اللي اتعمل هنا الحمد لله، واي حاجه ناقصاكي تاني هتتعمل. طب ايه اللي ناقصك تاني يا ماما؟ طب ما تعيطيش، احنا جايين نخفف عنك. طيب ما تعيطيش. ايه اللي تعبك؟ ايه اللي تعب؟ ايه اللي تعب؟ ايوه بقى ولاد عيل ابوه في جوازه وبيوته ومساكنه وابوه باين ما اقدرش وانا بس على كل المسؤوليه. يا جوزاء ما حدش حاسس بحد الا حد عالم بحد الا ربك. الظروف صعبه صعبه قوي. خير اللي سامعينك دلوقتي وشايفينك حاسين بيك. طب انت محتاجه بايه؟ طيب نقدر نساعدك بايه؟ عايزه اعمل فلسفه زي الاولاد، عايزه الشباب عايزين. طب اهدي اهدي عشان صوتك يرفع. اهدي عشان صوتك يرفع. تعب من اول قلبي تعبني. طب خد يا نفسي، خد يا نفسي. ظلمه الدنيا لما تلقى الدنيا كلها محدش واقف معايا. احنا معاكي، احنا معاكي، واهل الخير كلهم معاكي. احنا معاكي. بتبقى تعبان من جواك، حتى الاهل مش حواليك تعبان قوي. طيب هو مش ربنا اللي بعتنا ليكي وعملنا لك البير هنا ووفرنا عليكي تعب وشقه اللي انت كنت بتمشي 2 3 كيلو على رجلك عشان تملي الميه، وبقت تحت رجلك دلوقتي الميه؟ صح الحمد لله. اللي فاضل لك السقف. السقف والبيت فرش غطا. نفسي غطا مش شغل. العيله مش هتضر، تيجي عليا صعبه الشتاء ان شاء الله. في الصيف هنعمل لك دلوقتي، واحنا في عز الصيف هنعمل لك السقف باذن الله. وفي الشتاء في دخله الشتاء هيكون ربنا قدرنا. نفسي جوزي يعملوا له علاج الصبح. والعلاج بتاع جوزك كفاله. الشتاء اتقطعت وقفت. مفيش كلام يتقال بعد اللي هي قالته. احنا كنا جايين وفرحانين والحمد لله اللي ربنا قدرنا على البير اللي اتعمل وشال من عليها حمل كبير. اتفاجئنا بام محمد وبدموعها الغاليه علينا دي، قصتها والحمل التقيل اللي عليها. بيتها اللي ورانا ده مفيش فيه سقف، مفيش، بتقول في الشتاء مفيش غطا،
فيش فلوس جوزها يجيب علاج للسكر اللي في عيالها، فيش فلوس ياكلوا بيها. ده المختصر. لو حابين تساعدوا محمد ابعتوا له. رب العباد مش هيسيبها، بس اكيد ربنا خلانا نحس ببعض. لما الست كان المفترض اللي هي طالعه تتكلم معانا عن الكبير واللي هو خدمها تعيط وتبكي بحرقه كده، يبقى فاض بيها الكيك، مش قادر اعبر عن اللي جوايا او الاحاسيس اللي انا حاسسها دلوقتي معاها، غير اللي انا بدعو حضراتكم كل اللي شايفنا يتصل بواسس فذكر عشان احنا خير يساعدوها يقفوا معاها ويشيلوا الحمل من عليها. دي قصتها ودي حكايتها. اتمنى تحسوا بمحمد وتساعدوها. نشوفكم على خير. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. زي ما دايما بنقول المية هي الحياة، وربنا يكرم كل حد ساهم في الإنجاز ده. والبير في القرية الفقيرة وجعلنا من الماء كل شيء حي، سر الحياة ده رب العالمين اللي قال كل شيء حي، كل ده من المية. تخيلي بقى الناس اللي معاها فلوس وساهمت في الفعل اللي بتعمل آبار، تخيلي البير ده هيخدم ايه؟ تخيلي البير ده هيخدم النبات ده مولانا النبات. او طبعا النبات واحد بيملى شوية مية مش عارف ايه، ممكن ينزلوا على ارض فيروا الارض شجر بتاع. الحيوان كذلك الامر، ممكن حيوان عزكم الله عطشان فنشرب. ده الست بغي، عارفة يعني ايه بغي؟ يعني محترفة الزنا، اكلها من الزنا، ومع ذلك ايه اللي حصل؟ دخلت ايه؟ دخلت الجنة. طب بسبب ايه؟ بسبب انها يا جماعة الخير فعلت خيرا في ايه؟ في حيوان. وفي الرواية ان الرجل سقى كلبا فغفر الله له، فشكر الله له فغفر له. بسبب ايه؟ انه سقى كلب. فنبالنا بقى واحد ده حابب فيه بير معمول بفضل الله تعالى، هيخدم النبات، هيخدم الحيوان، وقبل ذلك يخدم مين؟ يخدم الانسان. فكل ده في ميزان الايه؟ في ميزان الحسنات. يبقى ما علينا اللي احنا بنقول والله يا جماعه انا، طب دي صدقه جاريه مولانا؟ دي صدقه جاريه. ممكن التواصل مع مؤسسه فذاكر، انا محتاج اعمل بير، اساهم في بير، ادخل وصله ميه، اعمل سقف، وربنا سبحانه وتعالى ياجركم خيرا ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. هذا البرنامج بك. النهارده بنعيش فرحه حقيقيه، فرحه عم رشاد لما طلب مننا اللي هو عايز حاجه ياكل منها عيش، استرزق منها، قال انا نفسي في حاجه بقاله كشك صغير. فاهل الخير بالتعاون مع مؤسسه فذكر الحمد لله قدرنا اللي احنا نجيب له الحاجات اللي كان بيطلبها وعايزها، حاجات بقاله يبتدي بيها مشروعه عشان يكسب بالحلال. ومش احنا اللي بنختارها وبس او واقفين عشان نتاكد ان كل جنيه بيتصرف بيروح في مكانه، احنا معانا ابنه هو اللي بيختار الحاجه، وما شاء الله عليه تاجر صغير عارف كل حاجه وعارف الاسعار كمان. وعشان كده النهارده هنعيش الفرحه الحقيقيه وتشوفوا بنفسكم اهل الخير ومؤسسه فذكر بيعملوا ايه. ايه رايك؟ يعني بصراحه فرحان جدا. والله فرحان جدا، وربنا رب يخليكم ليا ويكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبر بخاطر اولادي وبخاطر. والله فرحان جدا جدا جدا. والله انا اللي فرحان النهارده بقى يا رشاد، وبقول للساده المشاهدين يعني مؤسسه فذكر بصراحه يعني بتعمل معايا كتير، انجزت كتير،
اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. جابت لي عجله متحركه بقيت اعرف اتحرك، جابت لي مروحه حتى كنت مش طايق نفسي، يعني جابت لي بضاعيات اللي انا اعتمد على نفسي واعرف اجيب الجنيه لاولادي. فالحمد لله رب العالمين، والبركه بردك في يعني في مؤسسه ربنا الاول ثم مؤسسه فذكر سبب من الاسباب بردك اللي هي تجيب لي الحاجات ديت، والبركه بردك في اهل بلدنا بردك اللي بتساعدني، ويعني ناس محترمه جدا وكويسه، ومؤسسه فذكر ما استخسرتش فيها اي شيء. طيب اللي ما يعرفش قصه عم رشاد هنقولها سريعا. عم رشاد الراجل الطيب ده كان عايش مع مراته، الأنبوبة ضربت فيه، مراته توفت ربنا يرحمها، هو جات له نسبة إصابات 85% فيما أعلى كمان، بدون دخل بدون أي شيء. ابتدت حكايته بعت لمؤسسة فذكر، ابتدينا معاه خطوة بخطوة. نفسك في إيه؟ كان كفالة شهرية زائد اللي كان نفسه في كرسي متحرك، جاله كرسي متحرك. آخر مرة جينا له إيه رأيك في الكرسي المتحرك؟ طب أنا نفسي في مشروع بقى عشان أنا مش عايز كفالة من حد وعايز أبتدي إيه أعتمد على نفسي. ربنا قدرنا والحاجة جت، صح؟ مظبوط. عياله ان شاء الله هما الاثنين ربنا يطرح له فيهم البركه، جمال ومتربيين بمعنى الكلمه، وربنا انعم عليه اكتر اللي عياله ما شاء الله يعني تجار صغيرين، واقف معاهم وبيحاسب لي كل حاجه ومدركين وعارفين دي تمنها كام ومكسبها كام، صح يا معلم؟ يعني مكسب علبه الشيبسي كام كيس؟ مكسبه 20 جنيه. 20 جنيه اهو، هو حافظ ما شاء الله. ربنا يترحله فيه البركة، وبشكر كل واحد من أهل الخير اللي شارك وساهم مع مؤسسة فذكر، عشان الرجل الطيب ده إحنا مجرد ربنا بيبعت، إحنا وسيلة ربنا بيوصلنا اللي إحنا خده ده للرجل ده. فإحنا كلنا بنساعد بعض وكلنا بنقف مع بعض، وخصوصا لما يكون القصة بننزل نشوفها ونتأكد مرة واثنين وعشرة هو فعلا يستاهل وهو أولى وهو ما يستناش. ناس كتير بيكون عايزة وناس كتير تستاهل، بس مين الأسرع ومين اللي احنا لازم ما نستناش على طلبه؟ هو عم رشاد وغيره وحالات كتير قوي. كل ما حضراتكم بتثقوا فينا أكتر وبتساعدونا أكتر، مهمتنا ممكن نعرف ننجزها، بدل ما تقعد معنا شهور هتقعد معنا أيام، وممكن ما يتقالش عليها أسابيع وممكن أيام وساعات بمعنى الكلمة. عم رشاد مكملين معاه المشوار، وعم رشاد مش هنسيبه. الحاجه دي اللي حضراتكم شايفينها هتتحط اولا في باترينا صغيره مؤقتا، خلال ايام بسيطه برضو هتتحط في كشك قريب جدا على بعد خطوات من بيته. الكشك ده حضراتكم هتشوفوه مره تانية، وهنشوف هو بيعمل ايه وحاله عامل ايه ومحتاج ايه تاني مع عم رشاد. انت محتاج ايه تاني بقى؟ انا والله يعني قاعد بالايجار يا استاذ يونس، وحضرتك انا شايف ان انا عليا مكسور عليا 9 اشهر ايجار، وحضرتك نفسي اقعد في لو في عشه ما حدش ياخد ما يطلب مني ايجار، انا واولادي نفسي استر اولادي، لو احطهم في عشه بس ما حدش يقول لهم حاجه عشان لو جرى لي حاجه، لو مت جرى لي حاجه وسبتهم فما حدش يقول لهم بره. بس نفسي عمي عمرو شاطر عارف ان مش عارف ده كان ينفع يتقال ولا لا، صاحب البيت عرف اللي جاله مروحه فقال له انت معاك فلوس بتجيب مروحه اهو يا عم وبترتب على نفسك، ما تدفع التسع شهور اللي عليك. طبعا هو ليه حق وليه فلوس ايجار، بس اللي ما يعرفوش واحنا بنعلنه قدام حضراتكم ان المروحه اللي جايه له من اهل الخير، يعني هو ما معهوش فلوس، هو نار الصيف بتاكله اكتر من النار اللي في جسمه، فالمروحه اللي جات له دي من اهل الخير ومش هو اللي جابه، فالتسع شهور باذن الله هيدفعوا له، وباذن الرحمن مع اهل الخير ومؤسسه فذكر هيجيله الشقه اللي هو بيحلم بيها وهيدفع الايجار وحاله هيبقى احسن. وهتشوفوا مكملين خطوه بخطوه كل جديد في حياته، عشان انتوا حضراتكم ربنا خلانا اللي احنا نوصل عم رشاد وبتامنونا الامانه دي ننزل ونوريكم، ده اللي احنا هنعمله خطوه بخطوه. شوفوا عم رشاد ان شاء الله المره الجايه هيبقى فين. بص يا سيمس، انا فرحان جدا طبعا بمؤسسه فذكر اللي هي عملت معايا انجازات كتير الحمد لله رب العالمين، والسادة المشاهدين اللي شايفاني دلوقتي على الشاشة، أنا بشكر بلدي بورتوس، الناس اللي بتساعدني بورتوس ناس كويسة جدا وناس محترمة جدا لا ذكر أسماء، لأن اللي بيساعد بيساعد من عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنا ما ربنا اللي يعلم، أنا ما بعرفش أشتغل وغصب عني يا رب العالمين، فسامحوني أنا آسف جدا، أنا لازم أقول كده، عمري ما أنكر أي حد يعني بيساعدني، لا في ناس بتساعدني، مش ما اقولش الناس بتساعدني، لا في ناس كتير بتساعدني، ومؤسسه تذكر
مؤسسة مذكر عملت معايا انجازات كتير جدا ولسه مكمله معايا. واستاذ يونس ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك فيه وربنا يبارك في مؤسسه مذكر وفي اهل مؤسسه مذكر وفي اللي شغالين في مؤسسه مذكر الحمد لله. والشيخ احمد الملك ربنا يحفظه ويحفظ استاذ الدعاء ويحفظ استاذ الشرايع ربنا يحفظهم يا رب العالمين، ويحفظ كل اللي شغالين في مؤسسه مذكر يا رب العالمين. واتمنى يعني استاذ يونس مكمل معايا، وانا استاذ يونس انا فرحان جدا ان انت دخلت عليا بالحاجه دي بصراحه يعني. الحمد لله ده من عند الله مش ونعم بالله، مجرد وصيه ما هو سمو ربنا سمو انت جعلك ربنا جعلك سبب ليا الحمد لله، وانت ربنا يخليك ليا ويكبر بخاطرك زي ما بتكبر بخاطر اولادي ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك جدا. مكملين مع مرشاد مش هنسيبه، وحضراتكم هتشوفوا اللي بيحصل معاه خلال الايام اللي جايه. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا يعني الفرحة في حالة عم رشاد، يعني الحقيقة مؤسسة فذكر مع مشاهدينا اللي تكفلوا مسكوا الحالة من أولها، وكان فيها كذا تفصيلة بصراحة بفضل الله تعالى. عم رشاد يعني في شقة بعد البيت اما وقع، وبعد كده كان في إعانة شهرية بفضل الله 1000 جنيه، وكرسي كهرباء، وكرسي الكهرباء، وبعد كده بفضل الله مع الإعانة كانت مستمرة كل شهر، لغاية لما قلنا لا يعني احنا محتاجين عم رشاد يبقى فيه دخل ثابت ليه، فأعينوهم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أعطيتم فأغنوا. على فكرة إحنا مش بناخد باللي بيقول إدي 50 و100 والمؤسسات تدي 50 و100 وما إلى ذلك، لا أنت عارف الفقه يا أستاذة دعاء وعلماءنا وأئمتنا رضي الله عنهم أقل حاجة مثلا يقول لك إيه أعطيه ما يكفيه سنة. yeah. والله مش 50 و100 جنيه. ده يعني ده فقه سدح مداح اللي بيعملوا 50 و100 جنيه دول، يعني إيه فقه يعني على ما تفرج. ده مش فقه. أمال الفقه بيقول إيه؟ أقل حاجة مثلا يقول لك والله لا دي سنة كاملة، واخد بال حضرتك ده مذهب الملكية مثلا ومن وافقهم. يعني الناس تانية قال لك لا اديه العمر كله، يا اديه العمر كله تخيلي اللي أنا أجيب 5 6 كده أشتري لهم عقار باسمه والعقار ده أجروه وخلاص الإيجار، يبقى أنا أغنتهم ولا ما أغنتهمش؟ أغنتهم، أجيب فتح لهم ورشة، أجيب لهم آلة من الآلات اللي هو ممكن يكون حرفة بيشتغل فيه. عم رشاد عملوا إيه؟ عم رشاد بفضل الله فتحوا له المتجر الجميل ده اللي هو بفضل الله عز وجل هيدخل له الرزق، وأسأل الله أن يغنيه، ونسأل الله عز وجل أن يجزي المتصدقين خيرا إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. بشكرك يا شيخ أحمد ربنا يكرمك، بشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.